نشرة الأخبار من قناة تيرتي العربية في إسطنبول، والبداية أستهلها بالعناوين. انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار في الزبداني وبلدتي كفرية والفوعة بين المعارضة المسلحة السورية وإيران. قتلى وجرحى إثر تواصل القصف على مدينة الفلوجة، والعامري يعطي مهلة أسبوعين لأهالي المدينة للخروج منها. والمقاومة اليمنية تسيطر على معظم المديريات في محافظة شبوة، والحوثيون يفجرون 16 منزلا للمقاومة في أرحب. كانت تلك أبرز العناوين، وأخرى نعرج لها في حينها. أهلا بكم في تفاصيل الأخبار. قالت مصادر محلية في إدلب إن الاشتباكات تجددت في محيط الفوعة وكفرية بريف إدلب بالتزامن مع استئناف قوات النظام قصف الزبداني. يأتي ذلك بعد انهيار مباحثات بين حركة أحرار الشام من جهة وحزب الله ووفد إيراني من جهة أخرى بهدف وقف الحملة العسكرية التي يشنها النظام على الزبداني منذ شهر ونصف مقابل وقف جيش الفتح عمليته العسكرية على قريتي الفوعة وكفرية بريف إدلب. لأيام قليلة فقط استمرت الهدنة بين حركة أحرار الشام إحدى فصائل المعارضة السورية المسلحة وحزب الله في مدينة الزبداني بريف دمشق، بعد أن عجزت المباحثات بين الجانبين عن التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء العمليات العسكرية التي يشنها جيش النظام في الزبداني منذ نحو شهر ونصف، مدعوماً بمقاتلين من ميليشيا حزب الله، في مقابل وقف المعارضة هجماتها على قريتي الفوعة وكفرية بريف إدلب. حركة أحرار الشام التي دخلت مفاوضات مع حزب الله ووفد إيراني عزت سبب فشل المباحثات إلى إصرار الوفد الإيراني على تفريغ الزبداني من مقاتلي المعارضة والمدنيين، وهو ما رأت فيه الحركة خطة إيرانية هدفها تفريغ دمشق وما حولها وجميع المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان من الوجود السني. المتحدث باسم حركة أحرار الشام أحمد قرعلي قال إن الوفد الإيراني طلب نقل السكان من الزبداني إضافة إلى كفرية والفوعة إلى مناطق لم يتم تحديدها. وأضافت حركة أحرار الشام أن اتخاذ قرار بهذا الشأن يخص الشعب السوري، ولذلك فقد طلبت من الفصائل السورية وخاصة في دمشق وعلماء سوريا أن يلعبوا دورا في ذلك. ومع إعلان فشل المباحثات وانهيار الهدنة، ذكرت مصادر محلية في إدلب أن الاشتباكات تجددت في محيط الفوعة وكفرية تزامنا مع تجدد القصف على الزبداني من الحواجز العسكرية المحيطة بها. وكانت حركة أحرار الشام وعدد من المجموعات المسلحة قد شنت هجوماً عنيفاً على قريتي الفوعة وكفرية شمال إدلب بعد تدميرها نفقاً لجيش النظام جنوب الفوعة. ومعنا رامي خليفة العلي، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة باريس. سيد العلي، بداية، سجال القتال طغى على المباحثات السياسية في سوريا، كيف تعلق على ما يدور الآن؟ الحقيقة هنالك حراك دولي، ويعلم النظام أن تحقيق مكاسب على الأرض هو الذي سوف يؤهله للدخول عمليا ولتحقيق تقدم على صعيد المفاوضات. لذلك شهدنا خلال الفترة الماضية إصرار من قبل النظام ومن قبل القوى الحليفة له وخصوصا حزب الله وطبعا بدعم إيراني على تحقيق انتصار وعلى تحقيق تطهير ديموغرافي في منطقة القلمون لأهميتها الاستراتيجية، لأن كما تعلم أحمد منطقة القلمون هي التي تصل ما بين دمشق وحمص والساحل، وبالتالي إذا ما حقق تقدم وقام بتطهير عرقي وبسط نفوذه على هذه المنطقة، هذا سوف يضع لديه مجموعة من الأوراق على طاولة التفاوض. ولكن بالتأكيد أعتقد أن المقاومة التي شهدناها في الزبداني خلال الشهر والنصف الماضية أثبتت جدواها. أيضا هنالك نقطة مثيرة للاهتمام أحمد، وهو لأول مرة في تاريخ الثورة السورية يحصل هنالك ما يشبه توازن الرعب، أي ما بين الزبداني من جهة وفوعة وكفرية من جهة أخرى،
وبالتالي هذه نقطة جديدة. النقطة الثالثة إذا سمحت لي وهي التدخل الإيراني المباشر. دائما كانت إيران تلعب دورا على صعيد الثورة السورية لكن من وراء ستار، هذه المرة نشهدها تظهر بشكل سافر لتتفاوض مع المعارضة السورية ومع حركة أحرار الشام. بالمطلق أعتقد أن التطورات العسكرية لن تتغير كثيرا لأن موازين القوى الموجودة على الأرض وحرص القوى الدولية خصوصا على إيجاد هذا التوازن إذا شئت، وبالتالي أعتقد أن ذلك لن يؤثر كثيرا على مسار المفاوضات السياسية التي أشرت إليها. طيب سيد رامي، الخلاف والصراع في الميدان وسياسيا هو سوري سوري بالدرجة الأولى، علامات استفهام تظهر على التدخل الإيراني، الغاية من وراء ذلك بإيقاف هذه الهدنة وبث بعض مسببات قد تعرقل الهدنة التي قد يكون لديها بعض الإيجابيات حتى على الصعيد الإنساني؟ الحقيقة أن إيران متحكمة سواء بالمسار العسكري الموجود على الأرض والصراع الموجود داخل سوريا على كافة الجبهات سواء في منطقة إدلب أو في الجنوب السوري أو في منطقة القلمون، هذا على الصعيد العسكري. وعلى الصعيد السياسي إيران أيضا هي التي تجد نفسها الوكيل الحصري للنظام، وبالتالي هي تتحدث باسمه الآن، وبالتالي النظام الحقيقة لم يعد مؤثرا سواء على داخل سوريا أو على الصعيد الإقليمي، وبالتالي إيران هي التي تتولى. إيران ترى أن النظام وأن وجود العسكري والتقدم العسكري على الأرض هو يخصها بالدرجة الأولى أكثر مما يخص النظام، وبالتالي ظهرت بهذا المظهر السافر. هذا من جهة. من جهة أخرى كما تعلم أحمد، بعد توقيع الملف النووي إيران تشعر براحة أكبر، وبالتالي هنالك ربما توجد تفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية تحت الطاولة، وربما هذا هو المسبب في الحراك الدولي والإقليمي الذي شهدناه خلال الفترة الماضية. وبالتالي هدف إيران من التحركات العسكرية ومن التدخل بشكل مباشر هو امتلاك مجموعة من الأوراق التي سوف تطرح على طاولة المفاوضات، خصوصا أنها أصبحت جزءا من الحراك الإقليمي وجزءا من أي حل في مستقبل سوريا بالرغم من رفض أطراف سواء داخل سوريا أو أطراف إقليمية. طيب سيد رامي، هذه المعضلة السورية التي طالت بالمقارنة بأزمات المشابهة لها والمماثلة لها إقليميا، برأيك أين تقف الأمم المتحدة وإلى أي مدى سيكون هذه المعضلة هذا الوقت الذي يتأتى منه نزيف للدم السوري؟ الحقيقة أن الأزمة السورية وبعد مرور 4 سنوات أصبحت متشابكة ومعقدة للغاية، وبالتالي نستطيع أن نلحظ 3 جوانب رئيسية في هذه الأزمة: جانب داخلي سوري وهنالك مشهد معقد من الناحية العسكرية ومن الناحية السياسية، وهنالك تقاسم للنفوذ العسكري الموجود على الأرض، وهنالك مشهد إقليمي كما تعلم أن هنالك رغبة إيرانية بالهيمنة على المنطقة، وبالتالي وأيضا هنالك بالطرف الثالث مشهد دولي حيث هنالك خلافات دولية حول الملف السوري، مما لا شك فيه أن الحل في سوريا يبدأ في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى وهي اتفاق إقليمي ودولي على نقاط الحل الأساسية، ويتبع ذلك النقطة الثانية وهو الاتفاق على مصير بشار الأسد. إلى الآن لا يبدو أن هنالك اتفاق واضح المعالم ما بين الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية حول مصير بشار الأسد، بينما تسعى روسيا كما تعلم أحمد إلى وضع موضوعة الإرهاب في رأس أولويات الأطراف الإقليمية والدولية. تعلم المملكة العربية السعودية وتركيا وقطر والأطراف الإقليمية المؤثرة في الملف السوري أن نقطة البداية تبدأ من رحيل بشار الأسد، وبالتالي هنالك ما يتزال إلى الآن هو عميقة على الصعيد الإقليمي. بالإشارة إلى سؤالك حول دور الأمم المتحدة، أنا أعتقد أن دورها محدود للغاية لأن الولايات المتحدة الأمريكية روسيا الأطراف الإقليمية مؤثرة أكبر بكثير، ولا توجد هنالك رؤية للأمم المتحدة من جهة، وأيضا توجد عرقلة سواء من قبل روسيا أو الصين على صعيد مجلس الأمن، وبالتالي تأثير الأمم المتحدة ما زال محدود وربما خرج الموضوع عن إطار الأمم المتحدة ليشمل العلاقات الإقليمية والدولية. طيب شن النظام السوري غارات مكثفة على منطقة الزبداني، الأسباب التي تقف وراء ذلك، هل هناك تغيير ديموغرافي جيوسياسي ستشهده المنطقة؟ منطقة القلمون أحمد هي منطقة مهمة للغاية. أولا هي منطقة مواصلات سواء ما بين دمشق ولبنان، بمعنى أن هنالك مصلحة مباشرة لحزب الله بالسيطرة المطلقة على منطقة القلمون. أيضا بالنسبة للنظام هي نقطة الوصل أو صلة الوصل التي تصل ما بين دمشق وعمق النظام الاستراتيجي والديموغرافي والبشري في منطقة الساحل. لذلك الحقيقة منذ حرب القصير إذا شئت وتدخل حزب الله المباشر للسيطرة على القصير، يعمد أن
النظام وحلفائه على السيطرة المطلقة على منطقة القلمون، ولكن المشكلة الأساسية التي يواجهها النظام وحلفائه في هذه المنطقة أنها منطقة من الناحية الجغرافية والجيولوجية هي منطقة معقدة للغاية. هنالك كما تعلم هنالك جبال شاهقة أيضا تحتاج إلى نوعية خاصة من المقاتلين، لذلك شهدنا أن حزب الله يتدخل بشكل مباشر وهنالك له فاعلية في هذه المنطقة أكثر بكثير من قوات النظام، لأن لا تستطيع التأثير كثيرا على هذه المنطقة. وبالتالي يسعى النظام بكل ما أوتي من قوة خلال الفترة الماضية والحقيقة منذ انطلاق الثورة السورية إلى إحكام سيطرته، ولكنني أعتقد أن إمكانية الحسم العسكري في هذه المنطقة هي احتمالية بعيدة للغاية، وبالتالي سوف تبقى هذه المنطقة بالنسبة لقوات النظام وبالنسبة لحزب الله منطقة استنزاف عسكري واستراتيجي كبير للغاية. الحقيقة الزبداني يريد النظام هدفين أساسيين، الهدف الأول هو موجه إلى أتباعه الذين شعروا بالإحباط خلال الشهور الماضية، خصوصا بعدما تقدمت المعارضة في إدلب وفي ريف إدلب وفي سهل الغاب في الشمال وفي درعا وفي ريف حوران في الجنوب، وبالتالي محاولة لدعم معنويات الحاضنة الشعبية للنظام. هذا من جهة. من جهة أخرى كما أشرنا يريد النظام السوري وحزب الله وإيران امتلاك أوراق يمكن طرحها على الطاولة في حالة أي تسوية مطروحة في الأفق. نعم، أشكرك السيد رامي خليفة العلي أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة باريس، شكرا جزيلا لك. وفي سوريا أيضا تتواصل المواجهات المسلحة بين فصائل المعارضة السورية المسلحة ومسلحي تنظيم داعش في مناطق عدة، ففي محيط بلدة أم حوش في ريف حلب قامت قوات من فصائل المعارضة المسلحة باستهداف تجمعات لتنظيم داعش بالرشاشات الثقيلة، ما أسفر عن وقوع إصابات في عناصره وآلياته، ويذكر أن المعارضة دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية والأسلحة الثقيلة في ريف حلب لمساندة مقاتليها. إلى العراق، حيث جدد طيران الجيش ومدفعيته قصف مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غرب العراق مخلفا خسائر بشرية ومادية، وأكد ناشطون أن طيران الجيش قصف العديد من الأحياء السكنية في المدينة المحاصرة، ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى في صفوف الأهالي. تصر القوات العراقية ومن معها من ميليشيات الحشد الشعبي على استخدام القصف الجوي والمدفعي في مسعى دخول مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غرب العراق. أكثر من عام ونصف ومدينة المساجد كما يطلق عليها في العراق تحت قبضة تنظيم داعش، قصف جعل جميع من بداخلها أهدافا سواء كانت ثابتة أم متحركة كما يقول الأهالي، خلف آلاف القتلى والجرحى منذ مطلع عام 2014. إعلانات عسكرية جرت لأكثر من مرة عن انطلاق عمليات لاستعادة المدينة من قبضة التنظيم، لكنها إلى الآن لم تحقق الهدف المنشود لها بل تتوقف عند مشارفها.